عصام المال مسؤول على الموارد البشريه والعلاقه الاجتماعيه لشركه لافارج وسيم المعمل تيتون اللي كيتواجد بجامعه صدينا. في اطار البرنامج بنيو الحياه اللي كتقوم به شركه لافارج وسيم المغرب اللي كيتركز على اربعه محاور: التربيه والتعليم ومحاربه الهدر المدرسي واعاده التشغيل والصحه والسلامه والتنميه المستدامه، كنتواجدوا اليوم في ثانويه عبد العزيز الحبابي لاعطاء انطلاقه ديال القسم المتصل ولا لي كلاس كونيكتي اللي قامت شركه لافارج وسيم معمل تيتوان بتجهيزه، وهذه السنه الثانيه على التوالي كنقوموا بتجهيز الاقسام. السنه الماضيه جهزنا اربعه اقسام في اربعه مدارس مختلفه، واليوم كنعطيو انطلاقه ديال القسم المتواصل في ثانويه عبد العزيز الحبابي، حيث قمنا بتجهيز هذا القسم بثمانيه حواسيب فيكس لي بي سي فيكس وبي سي بورتابل وبروجيكتور ولامبريموت وصبوره تفاعليه. والهدف ديالنا من هذا التجهيز هذا هو تطوير الافكار عند التلاميذ وربط التواصل ما بين الاستاذ وما بين التلميذ. بهذه المناسبه كنشكروا جميع المناظر المحليه والوطنيه اللي حضروا معنا وشرفونا في هذا التكريم هذا، ولهم الشكر الخاص، لان الهدف من هذا الابواب المفتوحه اللي قمنا بها هو بناء واحد جسور متينة من التعاون والمصداقية والشفافية. اسمي فاطمة فؤاد، أدرس بالثانوية التأهيلية محمد عزيز الحبابي، ثانية بكالوريا علوم فيزيائية. لابد لا يخفى علينا أن العصر الرقمي أصبح مهما في شتى مناحي الحياة، ولهذا فمن الضروري أن نستحضر هذه التكنولوجيا في مجال التعليم، وهذا سوف يساعدنا كثيرا في التحصيل الدراسي. وهذه المبادرة قد أتت في وقت نحن فيه بحاجة ماسة إلى وسائل سوف تساعدنا على تطوير وسائل التدريس وجعلها أكثر تفاعلية وتماشيا مع العصر. أنا هنا كنائب عن تلاميذ من أجل الشكر شركة لافارج على كل المجهودات التي قدمتها التي تتمثل في تقديمها لمجموعة من التي قامت بتسهيل عملية الدراسة، وأصبحنا نتلقى معرفة بشكل أدق وأسهل. ونشكر كل من المديرية الإقليمية وشركة لافارج على كل المجهودات. الله الرياحي المدير ديال الثانوية التأهيلية محمد عزيز الحبابي، اليوم كيتأكد لنا أن المردودية ديال المؤسسات التعليمية عموما ومردودية ثانوية محمد عزيز الحبابي التأهيلية بالمديرية الإقليمية تطوان ما جاتش من فراغ، جات بمجهود كبير اللي كيقوموا به الفاعلين التربويين في المؤسسة، منهم طاقم إداري وتربوي اللي كيشكل فريق عمل متميز، بالإضافة للدعم ديال المديرية الإقليمية ودعم شركاء المؤسسة اللي على الرأس ديالهم شركة لافارج وسيم، واللي وهذا الدعم، هذه المجهودات هذه اللي كتجي كتنفيذ الخطب الملكية السامية والمراسلات الوزارية في هذا الصدد، واللي كتوج توجت بخلق قاعدة المعلوميات بالمؤسسة بدعم المديرية الإقليمية، بالإضافة لحقيبتين فيهم حواسيب وصار كونيكتي الاولى، يعني القاعه المتصله الاولى اللي دارت العام اللي فات بدعم من شركه لافارج وسيم، واليوم في هذا العرس هذا كنفتتحوا القاعه الثانيه اللي المتصله الثانيه اللي كتهدف في دعم التلاميذ في هذه المؤسسه اللي هي في العالم القروي، الدعم ديالهم في المجال ديال ادماج تكنولوجيا التواصل والاتصال سواء في التدريس وفي جميع المجالات ديالهم.